صلاح سألني من قبل ما أقعد قال لي في أغنية اسمها لما الخيط طول على الأريل، ودي طبعا دي من الأغاني خلال الفرح اللي بيغال إنه جالي حفلة بتاع زواج، فدي قال في بنات من المدينة وبنات من الريف، فسموا بنات المدينة خيط طول وبنات الريف الأريل. دي بقول فيها لما يعني القنيص حين شافه يتخيل جرى دمعه ودمه ساح سيل، انطفق قلبه وخفق ميل فوق يروح الليل برد شيل، حفلا قلنا السما جلة والنجوم الضارة في الحلة، كله متلسمات إلا اللي حاضن أرحم الجلة. قال فيه هنا السلسال شفر غلة، وفيه هنا العلة ودوى العلة،
كلهم متلسمات الا باللي حاصل ارحم الجبل. انا البيت قلت لك الجناين تلقى كل حله فيها ورده ونرجسه وفله. الجمال اتجلى في شفوفهم. كل شايل الحنه في كفوفهم، جلسا والبهره في صفوفهم، الحرير الاصل في رفوفهم. الكنار صح والرسوم مالت والرياح صنت عقب شعرك. العقود فوق الصدور جالت والعيون زي السيوف صارت. الرأيت شفك درب طيب وسمعته وفادني فرح طيب. زيدني خليت قلبي ما طيب والله طيب قلنا يا طيب. الحقيقة أنا ما حأتكلم عن خلي فرح نشأك ولدك وميلاده ومنطقته وأسرته وعترته. نال دي كان سبع صوبي قد سبعون بها يعني صلح من الفرح وفوز حج سايم. وبتكلم ملامح أخرى من خلي الفرح هي بتوري إنه شخص غريب جدا. أنا سميت الكلام الداري أقول جدا البسيط ده سميته السحب على الرصيد المكشوف من العمر. لأنه خلي الفرح يعني في غول إنه ولد بين 94 و 98 والارجح انا رجعته لهوى في نفس 96. اتخرج 13 اتوفى 32 في نص 32 هنسحب 32 يبقى 18 سنه عمره قضاه بعد ما اتخرج. شيل من 3 سنوات بتاعت الداء الوبيل هتلقى هنلقى زود 10 15 سنه. فكان بسالك في الزمن الحقيقي. عشان كده بقول يا داهر احوالك تسالك. بيقول من فيك كم شا كم شا فيك كم كم شابك مفارق ما علينا الفات كله فارق ربنا ولا عيد الملام. بعدين يقول يقول يا داهر مين علي روح لها خالد. وبقول في شيء نبقيت للطوارئ. يقول من حطامك انا جسمي وارد في شيء نبقيت للطوارئ. بقول غير ايه كده في هموم غارب وادم ولسانا برد الكلام. وبقول اصنع الليل كله الغيمه حسب الجزائر والليل بين اليوم ونخل غزير شال نايم ادور ابلغ مناي ساكت طمع حتفاير وينو بينك الحجر المشوتر الطاير. يقول طول يا ليل طول يا ليل طول يا مجنة حنوم طاير ومالي الأحمق الحمام فطور وفطاير طاير وحشاي وعلى قيل نيز تقول دم داير. الناس بعرفوا دم داير وساعي ولاقي ميمون الركاب والطاير. يعني خلي الفرح بيمثل صورة لعصر لأنه دخل في مشاكل كثيرة جدا في هذا العمر القصير السنين المحدودة دي. سياسة ووطنية وجمعيات سرية وكتابات للصحف مقالات في الحضارة ملاحقات بتاعت استجوابات مع صمغ العطية استجوابات في العمل عنده مشاكل لا حد لها في العمل بتاعت الإغراف المكان معاكس معاكس عنده في الملف ده مهم جدا. يعني خلي الفرح المناسبة زول يتكلم عن بيته زول يتكلم عن تعليمه زول يتكلم عن الدوبين زول يتكلم عن شعوره الغنائي زول يتكلم عن شعوره الفصيح زول يتكلم عن حياته السياسية زول يتكلم عن الصابونات لأنه في جوانب كثير جدا منه. هذه ملامح حياته دي قضاها زي ما قلت سياسه وجمعيات وكتب وملاحقات ومشاكل في الشغل ورحلات. لان زول كان اجتماعي من الطراز الاول بعدين عمل اختراع في القوميات السودانيه. انا قاعد اقول يعني يقول ظل الشبريه الكابي والشرف الاصل ركابي كلها دخلها في الاغنيه بتاعت قوم نادي عنان واتباع قوم نادي عنان واتباع. هاي احنا نعرف انه كلام عنان وما عنان ده هو الزول اللي عمل تفصيح للداريه السودانيه. وبعدين برضه زي ما فصح الداريه درج الفصحى في جلسات انس في اجتماع عنده خمريات كبيره جدا اعراس محافل سفر عمل ديواني قدم شعريه جديده. يعني رغم انه انا افتكر انه الاغنيه في زمنه والحياه الفكريه والادبيه في زمنه والاغنيه حصل فيها تجديد كبير جدا. خلي الفرح عمل تجديد داخل التجديد. كان في مشاكل كثير جدا الناس بيفتكروا انه خلي الفرح لا يحسب مع شعراء الحقيقه. انا افتكر انه هو هنعرف انه يعني انه هو جزء من المنظومه بتاعت الحقيقه دي.
انا عارف اني قراهم مشى معاهم في الالحان في الاغاني في المعاني وهكذا يعني، لكن فعلا كان مجدد بشكل مختلف لانه كان لغته الشعريه والمضامين بتاعته والاخيله والافكار المنسوره، وحيتكلم بعد شويه انه عنده رمزيه عاليه جدا يمكن ما كانت موجوده بالمعنى اللي في شعراء الحقيقه ولا اي معنى اخر، عنده رمزيه لانه الشعر عشان كده عسير جدا حتى الغنائي. لكن حكمة الله السودانيين تلقفوا هنا خليل الفرح بصعوبته برمزته بمعانيه الغامضه دي وغنوه غنوه الاميين وغنوه لدى المورد وغنوه يعني يقول لك والله اجمل مشهور سباع وطن الاباء يا مطاع اجمل مشهور سباع، يعني الاجمل دي معروفه ان ممكن تحمي فيها اولاد الثانوي يعني شجر المتف ومش عارف ايه، لكن كلهم غنوها وزي ده كثير جدا يعني، ودخل في كمان في الاسطوانات بعدين هو ملحن ومغني ومطرب ووطني وسياسي وشاعر، بعدين شاعر رومي وشاعر فصيح شاعر دبي وشاعر غنائي وشاعر اخوانيه، طبعا دخل كمان في الحلقه بتاعت المرض والاستشفاء والسفر لمصر وهكذا. يعني معروف انه هو في المنطقه بتاعته في كلام كثير جدا عن انه في صاي ودبروسة هذا الزول ده كان بيعرف عربي ولا بيعرف عربي، وهو كلام كثير يعني انا ما حاجيب فيه كثير ولا عندي فيها كلام قاطع ولا ما مهتم بها شديد، يعني مع احترامي للناس ممكن يبحثوا في المجال ده يعني، لكن هو الحقيقه يعني قرا في حلوته احمد هاشم فقيه احمد هاشم، وابوه كان جواب بتاع سفر يعني ومشى وابوه كان بيمشي مصر بيمشي دنقله وهو مشى دنقله، والغريب في واحد اسمه ديشاب يفتكر انه حرفه كانت مدينه، عشان كده بقول انه فريق فرح خليل فرح ما اتخلع بالخرطوم، انا ما متاكد من المعلومه دي انه قال حرفه الوقت ده كانت مدينه ومزدهره وبيجا سياح، بعدين جه فيها الجيش المصري بعدين جه فيها الجيش الانجليزي بعدين خليل فرح كان اتصال بالمصريين والانجليز قبل الناس الموجودين في الخرطوم وسط السودان والشعراء وكل المسافرين والسياسيين، يفتكر انه عنده اتصال بهم كان لانه هم كانوا قاعدوا في حلفه شويه، وهذا ليس مستبعد لانه الحمله قعدت في حلفه حتى كمان طلعت حاجه اسمها حلفه جورنال لانها كانت بطيئه وبتنتظر يومنا ومشت قنبله برضه عملت قنبله نيوز اللي بيعرفوها الناس اللي بيعملوا تاريخ الصحافه يعني، وهي في طريقه قبل ما تصل الخرطوم وتعمل الجريده بتاعت السودان، ثم فيما بعد انا عارف انه جات جريده اسمها الحضاره بعد جريده السودان، السودان 1903 الحضاره كانت 1918. طيب كان في احداث كثيره جدا في السودان وخارج السودان في الوقت ده. يعني وفي ناس بيفتكروا انه خليل الفرح برضه عنده، انا ما اقدر اتكلم والله عن المسائل دي ما بتهمني يعني ما مهمه، انا اقدر اشوف الزول ده عمل شو يعني، بيقولوا جده من الاتراك جدودهم اتراك وكانوا كشافين وعندهم قلعه، وبعدين يعني في حيو ثقافه كده في بطل حجر وكده، وهو برضه يعني خليل الفرح اظن رسى اخوه بدري وبدري مات قبله مش كده؟ وهو رسى اظن يعني اللحظات النادره اللي بيتكلم فيها عن السقوط وعن محس وخليل الفرح عن الاغنيه بتاعت كده ابوات الملوك من ارجو للسقوط، فبقول انه كان كشافين عشان كده هل اسم كاشف جبل دي؟ الله اعلم محمد بنات ذكر فيها الصيصان وكده ويعني بيقول انه كان في غنى باللهجه بتاعت الاذان دي اصلا دي بتاعت الضلال بتاعت الايش كريم مش عارف، بيقول انه قد يكون سمع الحال وغالي ودخل فيها ولا ما دخل يعني، وبرضه ديشاب بيقول انه في اثر في شعره للغه النوبيه والبجاويه، انا ما جيت يعني لانه المسائل اللي جابها كلها الفاظ مستخدمه في وسط السودان وفي بقاع كثير جدا من السودان، ما ذكر غير على ديب وسروف وندر والخول بتاع الساقه والجرف والداره بتاعت الرقص والدوف بمعنى مع المعروف يعني، ودي كثيره جدا في الدوبيت السوداني والدبر والديس وكده، يعني ما افتكر في الفاظ اللي لقيتها انها فعلا غريبه على وسط السودان، ودي ما غريبه على الناس اللي عندهم ابداع، طب الطيب بيقول انه الجاحظ نوبي وبيقولوا انه زنون المصري الصوفي المعروف نوبي، وفي ناس بيقولوا بعد الحكيم نوبي، لكن برضه المفروض ناس زي طارق وكده.
بعدين انا اقول لكم هجوم. خلي الفرح يعني من الناس المهم بالثقافه دي المهم جه خش الكليه بتاعت الغردوم. لكن ممكن يصححون بعدين الناس اللي الغردوم داري فيها يعني مرات يقول مدرسة الصنايع، مرات يقول قرية هندسة ميكانيكية، لكن دي وزير مرحلة قبل الدراسة بتاعت المعروفة في الجامعة. لكن كان يعتبر بالمغازي الزمن ده زول عنده ثقافة، يعني ما عند ناس كثيرين في الوسط الشعري أو الفني أو الثقافي أو كده، واشتغل في المستوى التلغراف. لكن كان متمرد حقيقة، بالإضافة إلى طبعا عنده مشاكل كثير جدا غير المستوى التلغراف وغير سعادة الدوام اللي احنا غرقانين فيها يعني. فكان اعتبروه متمرد، بعدين كان في معاكسات طبعا جات لاحقا لانه دخل في مسائل وطنيه وعنده في هذه قصص كثيره جدا يعني. لكن هو اشتغل في المقدمات الدنماويه، ده ملف فاني جدا بتاع انه الخطوات اللي بيعملوها له بيقول الزول ده هي اسيوم، يعني كانه ما مهتم للفت النظر وما قاعد يهتم، وحق انه يفكر في عقوبه اكثر وهكذا. السودان العشرينيات اللي عاش فيه وفي الفرح في وجهات الصحف المصرية، وحصلت فيه الثورة الروسية، حصلت فيه الثورة بعد لاحق الثورة بتاعت 24، حصلت فيه الثورة بتاعت الهند، حصل في الحرب العالمية الأولى، حصل فيه التعليم في السودان، حصلت فيه النغابات، تعليم البنات، الجماعات الغراءة، بدأت الزعامات الدينية، مشروع الجزيرة، ودفاع السودان. يعني دي نشأت قوة حديثة بصورة ما من الموظفين العمال المهندسين والفنيين، وهو اللي منهم خلي الفرح، ودير فيما بعد غاز بصورة ما مهما كان رأي الناس، دفت التجديد في مجالات كثيرة جدا ثقافية واقتصادية واجتماعية وثقافية وكده. ده برضه كان في سكك حديدية، في نقل نهري، يعني في تحديث حصل في العاصمة. عشان كده اللورد كرومر لما كتب مره تقرير قال والله وعملنا ايه، وعملنا الباخ الترام وباخره السير في النيل ومصنع تلي. يعني المهم وفي حدايق. عشان كده المسائل دي كلها دخلت، احنا نشوف انه هل الناس خلي الفرح واغرام ديل ما ادخلوا كل هذه المسائل العاشقه دي زي الحرب العالميه والفاظه واحداثه والترام. يعني في اغنيه كامله اظن قالت راب بروف أم السيادة السامح معروف صغرني بشكلها زي بتاع الكنتون كده. المهم وطبعا في داخل البوسطة والتلغراف اللي اشتغل فيها خلف فرع مشروع الجزيرة وخزازين دار وكده، وجات الطباعة وجات صحف وكده إلى آخره يعني. اشترك السودانيين طبعا في الحرب العالمية وجورا جيم يعني الحرب العالمية اشترك السودانيين كان فيها عمل فعلا اتصال بالعالم يعني. خلي الفرع بين كله كان عضو في جمعية الاتحاد والترقي. عشان كده الناس الكلام الكثير اللي بيقولوا في الغنى وبينسوا حاجات الناس بيستغربوا بيقول دي جابها من وين؟ الزول ده كان في جمعيه الارهاب تقريبا بيحضر نقاشات كبيره جدا، ويعني ويقول ويقال انه حضر النقاشات لما قامت اللواء الابيض اللي هي كانت اكثر راديكاليه من الاتحاد، الاتحاد اللي نشات في منزل محدينا بجمال ابو سيف، كان فيها ناس قالوا كل تهربون المعروفين يعني سوفيان البكري وبشير عبد الرحمن ومدسر البوشة بن علي مدني وكده بتاع حراس ومآتم. وكان فعلا عندهم رؤية أو هدف بأنه بوحدة وادي النيل، ودي تأثير واضح جدا حنلقاها يعني خلي الفرح بشكل واضح جدا، يعني كان يكون هو الطائر الغريب أو الصوت المبشر بأهداف وآمال وأحلام الاتحاد السوداني جمعية الاتحاد السوداني ولواء الأبيض. وفي ناس بيقول لواء الأبيض كان في ناس بيفتكروا انه الوقت جاء عشان الناس انه يعملوا مظاهر عشان يقصدوا يواجهوا الانجليز بصورة ما، في ناس قالوا لا. عشان كده يقال واقول انه خلي الفرح لما كتب تمدور الدور ما كان بعيد من المسائل دي، لانه هو عنده بيشحن الاغاني بتاعته بالهواجس السياسيه. افتكر انه كان بيقصد الاختلاف بين الاتحاد وبين جمعيه الهلال الابيض لما قال واحدين قالوا نور، واحدين قالوا نور مريم ما بتنور، مين يقوم يتهور؟ يبقى كيف انها بتكتب ده بتنور؟ انت عايز تحسبها على غزل انت حر وامشي حرا تحت قبه العلم، لكن ممكن نقول انه والله بيتكلم عن قضيه ثانيه.
ودي يعني المهم يعني انطباعات ممكن الناس تقول عن القراءة بتاعت الشعر فيها مشاكل كثيرة جدا المجاز والمجاز يعني، لكن افتكر هو كان يعني واضح فيه في غيره القضايا بتاعت السياسية يعني. وبين كله كان بيكتب كمان في حضارة السودان، بيكتب مقالات في حضارة السودان، حضارة السودان دي جريدة أول جريدة يقال عليها أنها هي ملكية سودانية الملكية، سودانية التحرير، سودانية الغراء. قبلها كانت في السودان بتاعت الجوع وراء الشوام الثلاثة المعروفين تحت رعاية الإنجليز، بعدين جاء إجريجي باول عمل رائد السودان سودان هنا لغاية ما بعد شوية الناس طلبوا أن يعملوا لهم الحرب العربي وإلى آخره. لكن المهم أول جريدة سودانية الملكية يكتبوها الزعماء الدينيين ثلاث في المرحلة الأولى كانت هو كان بيكتب فيها كلام اجتماعي طويل جدا عن التعليم وعن أنه المرأة ما تتعلم ليه؟ قالوا ما يتعلم حتى تشمخ بأنفها وتغسو على إخوتها وتسجل أمها وأبيها. قال الكلام ده ما صح، قال التعليم كالغيث يعني يمطر بقعة من الأرض فتنبت هذه حنظلا وهذه غثاء وإلى آخره، وما ذنب المطر. يعني الارتباط في مصر كان صريح في إنه كثير جدا الرموز بقى بيتكلم عن مصر، وقلت أود عمه تضرب دمي افتكر انه مثلا واحدة لانه ده في جهد وانت شنب وفين دخيل يعني الغنية دي بالذات يعني مباشرة جدا وغيلت وغنيت وسمعت منه وعملت له مشاكل واستدعى فيها وتم استجوابه ومشى دار سمو العطية زي ما القصة المعروفة، ولأنها عملت ضجة يعني لأنه فيها كلام كثير بيقول علينا احنا في نادي اسماعيل وما فيش ثاني مصر اسلامي. بيقول يعني لو حب يعني الناس معروفة ما في داعي نقرا يعني فيها كل الرموز دي يعني. صمو العطية كان استدعاه طبعا زي ما معروف في مكتبه وقال له انت عندك حاجة بتقول فيها الشرف نحن ونحن الشرف البازي، عشان كده بيقولوا ذاته كونه بيتكلم عن نحن دي جديدة يعني خلي الفرح بدا يقول نحن ولا انتم يعني خلاص معناه هو بيشير لحاجة معينة وبدا يتكلم عن النيل بصورة واضحة جدا. فقال له والله انا بغنيها لكن المكاتب ما هو كان بتاع غناها يعني. والمهم تاني تحولت لجلسة أخرى في البيت بتاع صمويل وكان معه مجموعة من الشوام وخلي الفرح غنى عمل الإنشاد بتاعه المعروف اللي هو خلي الفرح غنى منوشي يعني عمل برضه دي حاجة يعني تفرد بها من الآخرين إنه كان عنده إنشاد إذكار عدته لا ينسى مولدتك الغد وبعد ذلك غنى له وغنى رفع صوته جدا في نحن نحن الشرف البازل لكنه قال انه صمو العطيه ضن به على الانجليزي ودي ممكن الناس يعني يحسوها لانه صمو العطيه قالوا كان ذاته عنده ملامح كده بتاع اشتراكيه فابيه ولا شو مش عارف يعرفون لما تكون داير تسمع يا محمد الشيخ حدثوني نسمع له؟ I'm
ويرا تكتير أخجلوك يا محمد مثلا سوى منصور احمد امام
محمد عبد السلام، عبد اللطيف محمد بابكر، سينما كيشة. كتب كل الأغاني دي، وأغاني يعني متتكلم في شريك لا تمدور الدور كلها كتبها فيه. وبعدين زهر الرياض، فتك مدى ظل الوريف اللي هو في النهاية أبو كفارة عبد اللطيف، أظن على الناس كان جاك أمه مدرمي ما خالف يعني. بعدين يعني يقول في الشرق لا، يقول الشرق لا نور المزدان سرق المقاصي والدان. بعدين في النص يقول له والله الفرص معروضة لي الآن وما في خير إن جابوا كسلان. في وصف بتاع كلام بتاع غزل ووصف حفله وكده يعني، يقول لك الفرص موجودة الآن وما في خير إن جابوا كسلان. عنده أغنية يقول لك صح النوم محبوب نايم، كأنها هي أغنية بتاع غزل وكده، لكن تلقى انها فيها كان معنى ده بتاع الاستنهار والصحوه والصباح وكده. وبرضه في يعني ما هو عارف اللي هي دي كان لقينا وقت نقري منها شيء، لانها دي بيسموها شو يازة، بيسموها ملحمه بتاعت ما هو عارف دي اللي هو كتبها في مصر، يودع فيها الحياه والكون وفيها حنين غريب يعني لما الناس يسمعوها يعني. يقول ما يئسنا الخير عود سايب، الحي عود من أتى دون عايب، إلا يوم اللغة وأنت رايب، السلام يا وطن السلام. بعدين يقول قوم كفاك يا نايم، شوف حداك يا هاي، مجدك ضل وشرفك ولا، إمتى الزيز يا تني. ناس يقول والله هو استخدم بعض أخوان الحرفان وقال عندهم الكلام ده، يقول لك إمتى؟ مش كده؟ أيوه. يعني خلي الفرح فيه إمتى؟ وبرضه عنده يقول لك إيه ده؟ اللحن طويل. أيوه. عشان كده خلي الفرح في أغانيه يقول لك نور إيه؟ إيه؟ يقول لك بدل ليه؟ بدل المعجل. لو هم عندهم بتاع الحكاية بتاعت إيه ده يعني؟ يقول لك الفرح يقول نور إيه ده اللي ضوه لك؟ بعدين طبعا برضو في الفصيح بقول لا تقوم الشعوب الا على ماضي بغيت بذكره في النشيد، لا كانه الزول ده حيالي في انه عزف هواك حتبقى ايقونه بتاع السودانيين. في المحاضره قبل الفاتت كانت قدمت عزف هواك مش كده؟ ايوه عزفوها موسيقيين روس وموسيقيين ألمان وموسيقيين فرنسيين وموسيقيين من أثيوبيا وموسيقيين كوريين. قال إنه الشعوب حتبقى في نشيد حيقابلها ماضي، لا تقوم الشعوب إلا على ماضي بغيت بذكري في النشيد، وبنفسي هي الحياة حياة أسلكت أهلها سبيل الخلود. شوف عزف هواك دي اللي هو برضه ألحان بتاعته، لكن الناس ما حاضرين طبعا، وربع الفول الفرنسيين والالمان والكوريين دي وجدوا فيها، لازم يكون وجدوا فيها شيء ما يعني. الغريبه في لو في كان طريقه كان الواحد يشوف مقدمتها غريبه جدا، لانها هي مقدمه ماخوذه للمارشات السودانيه غريبه جدا. تذكر بدايتها كيف عزف هاوي؟ بعدين خش معاها الاقامه الثانيه قال برضه يقول لبس الجديد على القديم وهكذا صارت تصان وديعة الأحفاد. برضه يقول جن ليلي وشاب راسي فما كانت ركابي وهمتي للصعود، أنا والدهر توأماني كما أشكوه يشكو تجلدي وصمودي، هو والدهر صموان الدهر يشتكي ويشتكي. طبعا هو برضه يقول عزه قومي كفاك، هي دي حقود تكون الديباجه بتاع تحرير المراه السودانيه، لانه يقول عزه قومي كفاك نومك وكفانا دلال يومك مش كده؟ انت يا كبرتوك دي مش يعني رمزي للعطر البلدي، كبرتوك دي معناها خشبه، كل المعاني بتاع تحجيم المراه يعني. البنات فاتوه في القطار الطار. بعدين برضه في
في الغنيه بتاعت ومنادى عنان يقول هنا روعه عصر مولى وروايجينا الهله. هنا روعه عصر مولى وروايجينا الهله، عصبيه تافحه جله ومدنيه منافي الزله. العصبيه زي بتاعت ابن خلدون بقصد بها، لانه هو واضح من كلامه ده ما عنده اي تعصب، لكن بقصد العصبيه اللي هي دي القوه بتاعت الوطنيه بتاعت المجتمع. بعدين برضه يقول في عزك يا واد ان الشعر للنجوم ونظافر الهلال. طبعا هو يعني خالط المجتمع الغنائي في الفتره دي، ناس العبادي وابو صلاح وخليل فرح وكده، اللي هم ديل كانوا يمكن الناس اللي قادوا الاغنيه الحديثه في وقتها، اللي عملت انقلاب على الاغنيه اللي كانت على الطنبره والقنبيل وكده، وجات الاغنيه الحديثه بمعانيها وبالفاظها وبالالات وبلغتها بانحانها. و ايوه ايوه مثلا يعني كان افتكر هو يعني ممكن يكون هو يعد من الركائز الثلاثه الاساسيه بتاعت الاغنيه دي، مع اختلاف مدارسهم ومشاربهم العبادي وابو صلاح وخليل فرح. ممكن يكون يجي بعدهم سيد وعبيد وعبد الماحي، وبعدين المغنيين سلور وفرون قران، وبعدين الام والعمرات، بعدين يعني علي الشاقي وعلي الغطابي. ليه جو بعد الناس اللي عملوا التمهيد البسيط بين ولد الفكر وبين الجماعه دي، هم دي الناس يسوا حسب السلطان العاشقين، ناس عثمان جبود وعثمان حسن بدري الى اخره يعني. ولد الفكر ويا انا بس اقول انه في يعني التجديد اللي عمله خلي الفرح في الاغنيه دي، المباركه بهم قال بيسموها تهذيب الاغاني. لانه طبعا في اغاني دي الناس حاولوا يجاروها غيروا معانيها والفاظها افتكروها شويه فيها صوفيه وكده. افتكر انه خليل فرح عمل تهذيب الاغاني، اما على المكفى افتكر انه خليل فرح عمل ثوره اغنية. بعدين هو يعني في حاجه استخدمها خليل فرح اللي هو النضال عبر بوابه الفن. انا افتكر مثلا مهمه جدا والله الناس ما زالوا محتاجين ليها. يعني كان معه ناس والله خاشين معه في عنده اضراب، لكن طبعا هو كان من الملكات الفنيه ناس كانوا مهتمين بالفن في الناس الوطنيين في الفتره دي، ناس زي الحاج الامين صالح عبد القادر ومحي الدين ابو سيف ومكاوي يعقوب وكده وتوفيق صالح دولين. يعني كان يعني هم طبعا الظروف كانت معروفه في الوقت ذات، الفتره العشريات الاولى كانت صعبه جدا في السودان، لانه كانت كان الاداره فيها عسكريه بتاعت الحكم السوداني يعني، لانه كان في ثورات بيسموها الباسيفيكيشن، اخذت عقدين حتتين شويه الناس يعني فلفلوا شويه. وثاني هذا الضربه بتاعت 24 اللي هي برضه جات على راس المتعلمين المثقفين والمجموعات اللي معاه خليل فرح دي. يعني بس خليل فرح كان بيتميز على الاخرين دي بانه كان يخش مكاتب الحكومه، عشان كده عارف اكثر المجريات بتاعت السياسه في السودان والاداره الانجليزيه وكده اكثر من الشعراء البالغين الفنانين. اشتغلوا في حتات بعيده، سواقين وميكانيكيه وكده وصنايعيه بطريقتهم يعني، لكن هو كان عنده احتكاك بالمكاتب بتاعته. وهو دخل في المضاربات والمجارات تحت الفتره ديك يعني، زي ما غنوا للاعراس وللزيجات وكده، وغنوا للطبيعه وغنوا للرابصات، هو دخل معهم يعني. يعني في الضواحي وطرف المدائن دي كان برضه فيها مجارين يمكن ثلاثه اربعه خمسه اغاني مع بعض، وكان جزء من هذه المجاره في اللحن وفي اختلفوا في المغازلون يعني. لانه كان العبادي قال شوف محاسن حسن الطبيعه فقد روعه وهيبه الجمال. خليل فرح قال في الضواحي وطرف المداين يلا ننظر شبه الصباح. وبعدين عارضهم عبيد عبد الرحمن قال من محاسن حسن المحاسن في جبين النور والهلال. ده تكلموا عن الطبيعه. عبيد قال مالي والغزلان في تلال، ايه نقدر قناص من علالي، كيف اطيب واتحمل ملالي والى اخره يعني. لكن وبعدين عبد الله العاشور عمل برضه وصيه مهمه جدا في التغزل بين المسائل، لان كلها مجرد للاغاني يعني. خليل فرح برضه كان حكم في المضاربات. يعني قالوا بيحتكموا له المغنيين والشعراء بما فيهم الشيخ والدرابي يعني، الدرابي
اللي هو شاعر كبير جدا. حتى لقيت انه الدرادة عمل غنية كده حاول يعني يعملها فيها زي العربي الفصيح، لكن بقى زي بتاع العربي بتاع طبقة الضيف الله، يعني حاول يعني يفصح الدارية بتاعته، فكان ماشي كويس بغني غنى كويس. قام قال يا اهلا وسهلا حبذا بالغانيات المترفات الفترة ومش عارف غير بنا يا صاحبين ننظر بذا المخصة برار وجاء آزر إلى آخره، الله أكبر ما عارف هذا عنتر وكذا. فخلي فرح قال لي يا أخي أنت أرجع للأغنية دي، قال لي أنت كتبت طابق البوخة، فخليك في في المزاج. الأغنية الدارية السودانية جميلة جدا يعني، يعني فعلا لو ضرني يعني أوصف الممارسة الجميلة دي بتاعت الساوند السودانية دي، قال طابق البوخة قامنا دي هدف، عارف قطرات العرق لما تنزل وشو يقول لك يعني شوف الدارية بتاعت قامنا دي هدف، يعني ما بنقول ندب الدفا بهتف ناد من الدوخة. الناس بيقولوا نعم انا بقول ناد، لانه بعد شوي بيقولوا ده عقباب ناد من الدوخة، يعني زي النحس جدله مملوخه اللي مع الجوف اللي هو القلب موسم الدوخ. وبعدين خلي الفرح برضو يعني في الاغاني بتاع السيره لما مثلا يعني عنده لما العبادي عمل المهم لما حدباي عمل زهر الرياض في قصون واحد، خلي الفرع عمل فتك من الظل الوريف، فيها معاني جميلة جدا يعني، هي سيرة لكن فيها معاني جميلة جدا، ووصف السيرة بشكل جميل جدا. وبرضه في مجارة ثانية يعني العبادي عمل تذكارة أحرمني بيقول نفس ال ولما الدرادي عمل تلفان من الأجفان طير يا منام، خلي الفرع عمل ما غلطان ذهب الاوطان نوح يا حمام، دي تعتبر من العذور الوطنيه، وقالوا مش اتباهت مظاهرات يعني بعد في مظاهرات حصلت في سنه 25 بعد ما طلبت ثوره 24، لكنه برضه كان هو مغني جدا. ما يميز انه مغني ما يسمى بالوصف الحسي اللي هو كان فارس والذي لا يجارى ولا يبارى ابو صلاح. خلي الفرح كان مغني لكن كان ماهر جدا، هم هو بدهم نماذج يقول لهم انا هو انا بعمل برضه زيهم يعني، لانه يعني يقول لك شوف وريده وسوالفه، شوف صدير المزالفه، شوف ضمير الموالفه من كفين المخالفه، ما مقصده طبعا عنده العوام اللازم والحشد الروم والصدير الطالع زي خليج الروم، وعنده حاجه يقول فيها من كفين جاير كفاكي، طبعا ده بديف الغوده فيه يعني في الشعر القديم في كفر جاير على الجسم يعني، ويوم ضمير ضايع هفاك حاشا من تقاطع وراك جاك طيبك ماسك قفاك، احنا شفنا النرجس يلاطفك والدمير اللي من نصه خاطفك، شفنا ديسك يا سمحة عاطفك قمت جافي تطبق مع عاطفك، كان فريعا قبقب بدريعي كان دريعا فاصل فريعي انت بانا وسابي ريعك بريع الشعر انت صيد وخاتف بريعك يعني الذي يخيفي. يعني في انا كنت في يعني برضه هو دخل في مسابقه يعني برضه عشان اقول لكم انه كان جزء من المساله دي. كان مره عمل مسابقه عن صوره جابها واحد اسمه ارام، جاب صوره بتاعت فتيه جميله جدا ويعني في صوره كده وقال لهم كل واحد يعمل علامه في بعض، فبرضه خلي الفرح اشترك في المساله دي، لكن اظن الناس حكموا قالوا فاز العبادي. العبادي قال شوف ريمه ارام كيف جالسة في التصويرة، وجهك البدر في نوره والتدويرة، قال أنظر لعيونه ودعجته وتحويره من كتر الدلال في شاف عوير عقل. أهي دي بتاعت السيرة بتاعت خليل فرع، قال طبعا معروف في التجمل الظل الوريف في الحفلة نوارة الخريف عشان نوم محي الظريف، قال ما بس في الجمعة اللفيف الحشمة والطبع العفيف الرقى في دور الخفيف يتقلب الدروع مسفيف، ما بنسى والمجمع حفل في الدار مكلوف القفل، ما بنسى حين وقع الجفل في قلبه وسواس الحفل وسواس الحفل. هذا حاجه بديهيه جدا لانه تعرف الشعر القديم بتلقى انه الشعر الحلي عنده وسواس حتى في شعر الناس العمالقه بتاعتنا، فده صوت الحلي يعني يسموه. قال السيره مرقت يعني قديم والنور سطع غطى القديم، تتهب عمديس الرديم يعبد طريقنا القديم،
فارقنا هاتيك الربوع وبقينا في دور السبوع. السيرة بتسوي الهبوع يا سمحة خسرت الطبوع. بيعود يا يوم الخميس محفوفة بالبان المسيس. في القلوب مني غميس ما زلت العشاء خميس. خميس دي يعني الجيش. قال بهدكنا زي الطير خفاف وصبحنا ضحوية الزفاف. عند الظهر جنة خفاف بتقدنا فوق العفاف. تخيل بتقدر في العفاف. عاجبني يا بداب وتب لليلة ما جاز العتب. ما بعرف اللوم والعتب. طبعا العتب دي عن العتب. ما بعرف اللوم والعتب نور قلبه في محي وكتب. فشفت ضوقنا العتب خلاني بس يابس حطب. من عائلة دور من عائلة أدور قطب تحت المقل حلب الرطب. للسادة فأخذوا الحمام يا طلاقسة زي فرخ الحمام. فالزهرة في الأكمام تمام والخد تحت صفق الزمام. كأنه الخد قاعد تحت الصفق بتاع الزمام. الناس بيعرفوا صفق الزمام. وقفت مثل عود الأراك كل من حضر قطع الحراك. يا قلب لا تعين وراك لا بد من لحظ الفراك. يعني قطع أحشاك فراك. تجمع مثل الخمر فاح طيبة ينعبق السمر. نور الخدود نور غمر أو همني في طلوع القمر. الحقيقة هو عنده يعني الدارية بتاعته اللي هي دي استفاد منها كثير جدا عن الشريف قاسم. لأنه فعلا يعني فيها كانت تمتحن الناس. والتصريف بتاع عنده تصريف قوي جدا في الجناس والاختبار وكده. يعني مثلا في مربع يقول نجوم يستخدم مثلا غايل 4 مرات ب4 معاني. يقول نجومك ديل نجومك ولا ديل كيش معبى وغايل ومشتاق من فيها ليل ولا ساكت غايل طويل ومسيخ معتم لك مريح لك غايل اضاير في همومك وجرحك ويمشي جرحك غايل. طبعا يقول يعني شوف بقى في يقول بلا جسمي يعني بلا جسمي فتك جفاء. يقول فيها بلا جسمي ومن زمان قاضي منتهي قهوة حبك بين غاضي. هدي روحك هدي روحك او على قاضي ما بشارعك ما بكوز قاضي. لسه تايه في الدلال ماضي هل تناسيت عهد الماضي في صحيفة قلبك الماضي ماضي خاتم لحظة الماضي. طبعا برضو في مدني اللي هي الأغنية لبس فيها أشواق عجيب جدا في مدني وفيها كل الكلام الذكرى يعني في مصر داير قال بس فد طوفة بربع مدني ها قال لي تحصي شنو سمح وأسعدني طوفة فد يوم في ربع مدني ما لقى والله الناس سيتجول في مدني من الملاك قال آهي شوف بدا قال آهي على حشاشة ودجني واحد يمي ولوعتي وشجني دار أبويا ومدعتي وعجني يا ساعتي وصروتي ومجني. أنا قاصد شوف اللغة بتاعته هنا كيف يعني. برضو في الخمريات بيقول يا يني يني ده كان صبي بتاع حلواني بتاع كان اسمه أمين الشامي وعنده حلواني صبي قالوا حسن الهندام اسمه يني. يا يني يا بلبل أمين صداح من فين نومي مين عقب نشيدك يا أمين بالله يقول لحبيبنا وين. ألا تم دور الدور ممكن يعني تكفي الناس في المعرفة الدارية الغميسة جدا عند خليل فرح. لأنه يعني فيها فعلا يعني شوف يقول مين يقول متهور. طبعا قلنا الأول إبرة كيف ناتج قدامي كون. بعدين يقول فيها معاني غريبة قالوا كون اتطور. لا عاش العفيف لا جميل الصور. الحسود اتضور. نار ماكل لسان كل زوره مزور. الطريف الحور دمي ما بيروح سيده ليش يتجول هسه شوفي وتول يا نديم ازاي وانا بقول يا نديم ازاي جرح المغفى غور شوف هسه لاحظ يتطور يتهور يتضور الحور تور غور يتجول يصور كور دي كلها يعني عندها معاني مختلفة والمعاني الأصعب الجاية لأنها الفروق بسيطة جدا بينها يقول يا قلبي يتجبر قوم وريني كيف الكرامة الصبر. احنا ما بنتعبر النفوس انحبر تستحي وتتكبر. شفت المعاني غريبة جدا. قال ما خبير تخبر في الزمان الفات والجديد اتدبر او علات الشبر. هل رأيت لك عاشق بالغرام يتنبر
انت عارف الجبر دي غير الشبر والشبر غير التنبر والتنبر غير التعبر عزوب الشبر غير عزوب التنبر بعدين احنا ما بنطفر ده حاجة تانية هذه كلها معاني قريبة لكن كلها حالات إنسانية يعني عزوب الطفر يعني معروف بعدين ما بنهبس فيه إلا من الزفر الزفر دي براكة بعدين كل اللي بتنفر ما شغل جماعة معاك بتوفر بعدين بقول يا زميل الشطر شو بيشوف حدا كل الحور مبطل يبقى يوم نمطر ما لوك كون دهين والفريق معطل تعرف إذا طلع يعني شو بتتكلم يعني مش قال الفريق ولا الحي قال الكون يعني الفتنة مرقت معطرة مضمخة قال ما لوك كون دهين الكون كله بيقى زي المدهون فيه الدين يعني بتكلم على مستوى اليونيفيرس ودي ما غريبة لأن انت عارف ابو صلاح برضو بيقول في القصيدة بيقول قال يوجد جمري ودمعي باهل شوف دينار وموين يوجد جمري ودمعي باهل كيف نهار تشعر في مناهي ما بتجي مشكلة يعني يقول كيف نهار تجي مع المناهي قال ضال بالكون مع انه ماهي فدي نفس يعني النظريه بتاعت الناس دي يعني عندهم كان ابعاد كده غريبه فانا بتكلم عن النظريه بتاعت التمدد الكون قال الكون ده ما هي بده كله ضرب بعدين في نفس القصيده يقول النحر مغمر والسبات حاجه والمجال مضمر الشاعر مخمر ارشح كل ند عردب المجمر بعدين يقول قام محمد بشر ده حاجه صار مصور هزه فوق تيان السله سيفه كشر قول معاي بتفشل فشل دي غير دي نحن سيعروض ونحن يوم المحشر يا حسن اتذكر يعني ده من الابيات الجميله جدا في الخمريات يا حسن اتذكر طيب ليلتنا دي الصباح السكر المدام ما تذكر نام اديك نصاحه وبروسه تحبك قال كل شيء مفسر ما في شيء غريب والعسير ميسر ما في عين تتجسد تتجسد انت برضه غالب دام عليه سلام والحسود يتحسر بعد عذار والباع وكف الحوين اللي تلبع نزلت للدنيا شفاع ساعد امدر بان رفاع Yeah.
أحطها
لكن في حاجات بارزه جدا يعني زي ما شفنا الشرف البازخ يعني واضحه جدا يعني ما فوق نقراها لكن كلها يعني كانها منافسته يعني واضحه جدا. الحاجه الثانيه برضو احدثت كثير من المتابعات والاشارات القصيده اللي بيقول فيها خبي يتكلم فيها عن دارفوز. وانا ايضا لا اريد ان ادخل في الجدل بتاع دارفوز. انا ما يهمني انه كان ما يهمنا في الموضوع انه كان في صالونات بيتموا فيها يعني نخبه من الناس السودانيين الفنانين والشعراء والادباء والمثقفين ولا يستنكفوا انه يعني يجلسوا في بيوت من احد احياء الرومان ولا اي مكان بعدين فيها سمر وفيها كلام في السياسه والى اخره. والناس يعني في كتاب كامل عمله حسن الجزولي الكتاب ده كله قايم على قصيده يعني كانوا بيتبع المزداد بتاع القصيده اللي بيقول فيها خبي كاسك لينو ابن ناب اصله خشم المركز اصله كل المركز ذئاب او اصله خشم المركز ذئاب. فهو بيفتكر انه جاي مهم يعني اجتهد جدا حسن الجزولي في وري انه البيت ده ما في المورده بل هو في مكان ما من المسالم يعني. وهذه كلها ما مشاكل اذا كان في يعني في ناس بيقولوا في ثلاثه دور للفوز المهم في مطارح الناس كانوا بيجتمعوا فيها ويطلقوا فيها. لكن دي يعني بيقول فيها نحن جينا اقصاد الصباب بقى نور المورد مع يعني المورد مع باب ديك مشاريع حوله والرباب وديك بيوت تحت الضباب الى اخره محط الشوق العتاب يعني الناس باروا المسيره بتاعته في الثاني. لكن الغرض كله هو ما كان يدور في هذه الناس تحدثوا عن ماكينه بتاع ترونيو وتكلموا عن عبد الله خليل وعن 24 وعن منشورات الى اخره. بس دي كلها الخلاصه تقول انه الزول ده كان شغال في العمل الوطني السري بصورة ما وكان بيعبر عنه في ما يكتب وما يغني وما يلحن وما يكتب. اتكلمنا عن القصة بتاعه مع صمويل عطية يعني. بعدين أغاني الوطنية هي كثيرة جدا يعني. يمكن مثال لها في أمثلة واضحة جدا لها مثلا زي عزة في هواء اللي احنا هسه قاعدين نقوم ونلعب فيها يعني. عزة ما سهيت وطن الجمال ولا ابتغيت بديل غير الكمال ولا كل سواك ما شفته مال وزيني باليمين رجل الشمال الى اخره. يعني هو مسمي السودان جنة البلاد برضه دي عندها يعني عندها انديكيشن معين يعني. ايوه ويعني مش في قصيده برا يعني. وقول ملعب الشباب تحت الظلال الى اخره قال يعني في ناس بحاولوا يقولوا انه هو بيتكلم عن نفسه وفي ناس بيقولوا انه هو دمج العله بتاعته مع العله بتاعت السوق الوطن. يعني من الصعوبه لو نجنب نتعسف نقول والله انا من قال عز جسمي صار زي الخلال معناه بيقصد حالته المرضيه وهي الى اخره يعني. لانه بطران برضه والناس قالوا برضه لما نقول ان ترمي روح لما نقول يعني النفس بتاعت المصدور ومش عارف معناه بيقصد يعني مرضه. لكن هو خلي الفرح انا ممكن لو بس ما فوق يعني كان في جماعه اشياء كده بفتكر انه دي الناس قالوا انه بيقصد بها العله بتاعته قالوا تكلم عن العله بتاعته بصوره اللي يعني. طبعا في ما هو عارف قدم المفارق اللي هي يعني حقه فعلا الناس وقفوا فيها يعني لانه فيها كلام غريب جدا يعني ويحى قلب المنفك خافر فارق من ظلمان باكي شافي جم قبائل ما فيك منافق سقى ارضك صوب الغمام يا جميله هذول الشقايق أملا كاسك وزر دقايق مجلس مفهوم شوفوا رايك عنده ناقص زول ولا تام في سمو الصيف رحل بارك لم يزل ارتاد المشارب كان مع الاحباب نجم مشارب مالوب الافراد في ظلام من على الحروف المزالب ينفتح للخور للمغالب قد لي يا مولاي حافي حالك بالطريق الشاق التراب الحبايب لفتوا الخلايق بيني بينهم قطعوا العلايق كان دلاك كان تيه كله لايق نحن ما ملينا الخصام يا داير اهوال التسالي فيها كم شابك مفارق ما علينا الفات كله فارق ركنه ولا نعيد الملام يا بريد الجو فوق حالي هو في مصر مين علي الروح لها خالي
انت سالم قول وانت عالي مقرنلين كيلو كام زي ما يقول الحرفاويين في يمين النيل حيث سابق كنا فوق اعراف السوابق في الضريح الفحطي ابو عابد سلام المهدي الامام من حطامك انا غصني واري في ايش نبقيت للطواري غير قريبا في همومه غارب ولسانا برد وكلام يا بلادي كم فيك حازم غير الهي ما هم مرازم من شؤون دخول المآزم يتفانى وشرفي تمام شوف العظمه بتاعتهم السودانيين بغنوا الغنى ده في الحفلات مسرح الغزلان في الحدائق والشوارع الغر والمضايق قول لي كيف مستر دمت رايق دام بهاك مشمول بالنظام مجلس اللذات في النمارق والترف لا زال وصفه خارق طارح حسك فاح جاي نمارق ولا قاطع الريح ما هو لا اين من الودعت شافي باكي ناهد لسه عمرايق عيني ما بتشوف الا شاهد ناس قالوا قصد العبارات في مصر الله اعلم اين وجه البدر التمام ما يئس العود ما يئس الخير عود سايق الحي عود ان اتى دون عايق الا يوم اللغه وانت رايق السلام يا وطن السلام طبعا الشرف البازي هو بشهد فيها الحكم السودايي يقول يا نزلانا نور بالذمه كيف انطاقها بان الامه زردوا حلوقنا واكلوا حقوقنا ليه الدايرين دي ما نسين يعني شغل مباشر بعدين في لهم درمانيات يعني العباد عندهم درمانيه وعمر البنا عندهم درمانيه ويعني وعتيق عندهم درمانيه بالنيل الجهه الغربيه وعمر البنا بيقول انت ارجع للدور وعوده وعباد بيقول اسكت بقعه الدرمان وداك بيقول اسكت بقعه الاعمال الامي يعني خلي الفرح لما خشف الاغنيه بتاعت الدرمانيات دي فيها طالب بتاع وطنيه فعلا بقول دارنا ودار ابونا زمان وفيها رفات جدودنا كمان مبنى ساكي خلق ضمان جنه وحور حماكي امان بطروا اسسوكي زمان عشان كده فجسر عثمان عنده مغاره عن خلي الفرح يعني بيقول في انه كان عنده شعور يعني بالتركيبه بتاعت الدرمان بردها جات من كل الاطراف بتاعت السودان يعني انها هي رمز للسودان باعتبار انها هي مجموعه اطراف السودان يعني مش عندها شوفينيه زي ما الناس بيحاولوا يقول لك احنا بلد الدرمان وكذا الدرمان دي بنوها الناس الاطراف كلهم قال بطل الاسسوكي زمان كانوا حاف جسوم مسمان كانوا حلل الغرمان سهل يفقدوا الصرمان في السودان فتح معروف ولسه بعين جفور وصروف والنواوز المعروف راجل ديك مشارع بروف كانوا جبال فقال ومكان نزلوا تربعوا الاركان خلوا البقعه كل مكان اهله ورزه بالسكان ليه يا كعبة الغربان غاضبه وفين عريس بان قبان نسأل الربان حبك من حسودك بان طبعا الى الحياه برضه فيها استنهاض يقول لها يا نني الى الحياه حياك حياك الحياه لماذا يغنيها بعدك انا يا مهبط النور والحياه يا معدن الحياه بعد المطر يعني يا معدن الزوج والحياه ارواحنا دونك هاهيه وبذول التفديك زاهيه كم فيك مناظر زاهيه وكم ام بيت متباهيه في جيره جيرتك هانيه منطقة فراقك ثانية الدنيا كلها فانية والجنة آتية غانية يا وطني يا وطن الصبا العافية يا روح الصبا نفديك من قلب الصبا صبا بما يلبي دم الصبا من طينتك الطين دعجن بدعت الهباس لا شجن أرواحنا لسامك مجن عند روح إن شاء الله دونك ما نجن أنا وإنت والسما والدجن شبه المناظر في الوجن لكن حبيبي إذا مجن زايد عليك لجن وعجن يعني يا بحر الجلال الشام في صدرك هلال كل السلف خلف الحلال نتلاقى في جنة بلال من برنو للريف بعلال شوف الوعي بالسودان الكبير من برنو للريف بعلال قربان خلو للدلال الشام كلنا يا الزلال في حضنك اولادك حلال يعني يا بطمي ماك بحر ساكت حلاتك في النحر المقرن انتحى وانحسر قايس ضمك في النحر وفي طبعا قلنا ما غلطان وطبعا في ماله أضناه النضال بدني الناس برضو قالوا يشير بها يعني لكن يعني أبني غريبة لأنه برضو فيها معاني اجتماعية يقول ليت حظي دنا سمح وأسعدني طوف بديهم في ربع مدني كنت أزور أبوي والمدني وأشكريه الحضري والمدني واحدين قالوا له أصحاب واحد اسمه مدني ولا واحد أو قصد الحضري هو يعني جايز يكون بيقصد إنه اشكو لك دي على يديك يعني
على حشاشة ودجني وحنيني ولوعة وشجني دار أبويا ومتعتي وعجني أسعى كيسة وتوم جني. قال إنساننا هذا الكلام اللي بيفوه حياة غريبة لأنه هو يعني كان بيطوف وبيمشي يعني في بيسموها البيوت الجميلة اللي بيكون فيها أظن بتكون في أطراف البيوت الغصب اللي بتكون في أطراف المدن يعني. قال إنساننا حاوي الوصبي من خماي غرية الغد قصبي قالوا جاء سيرتك على النصبي ونحن بين الروضة والغصب. قالوا صنفة بعدها قالت انتصبي تربط الأحلام مع الخصبي. كان حبيبنا وحاشة ما نصبي نصبي دي برضا كلام حلفاء وكلام مصريين يقول لك الزلطة نصبي. كان حبيبنا وحاشة ما نصبي من زمان فارغنا وهو صبي تاني ما سمعنا قطع خبر يا حليل انطشوا ما خبر واحدة فيهم قالت انجبروا فقربونا خدمة النبر. شوف الفرح بيتكلم عن حياة غريبة. لكن بعد يقول لك الجنانة أكرمت نزلي وأغدغت من حيرة من خيرة كل زلي كان حيته ومت في العزلي ده المغدر طبعه في الأزل. قال غاية بختم طبعا ده الكلام اللي بيدخل فوق المعاني الفصيحة مع الدارية. غاية بختم نفسة الخطر نفسة دي بتاعت الزول اللي بيكون مصدور مليان. عشان كده الحقيقة برضو يقول لك يا فرحة المحزون يعني نفسة المصدور مش كده ورآك يزيل الهم يمحى الأزل في صدور لصف والجمال اكسر. المهم قال غاية بختم نفسة الخطرة بتحية من حشاي شطرة للتدور والطارية والمطرة سلاما من وصوم خطرة. طبعا عنده كلام فصيح لما جاء الدوغ اوف ويلز عنده قصيده غريبه قال له تحمل عتاب يا عم فيها نقد كبير جدا وذكيه جدا يعني ما فوق نمشي فيها. لكن دار اقول انه في المسائل بتاعت الاجتماعيه كان يعني كان من مناصره يعني للمراه يعني ده كلام كثير جدا قال عنها يعني. طبعا عنده غني مشهور برضه غنية بتاعت ريكو كده يلا نمشي المدرسة سادة غير ساورة ورسة قال لها ساعة دقت يمرسة نايم والمنبه حارسة إلى آخر يعني. قال وجاهلة وحاملة مدسدسة أبدا من يعني في النهاية يقول لها سليم أهل الهندسة الدنيا دايرة ولا مسدسة. بعدين برضو طبعا قلنا المعنى الاجتماعي واضح في عزة أمك فاهم أمك لأنه يقول عزة شوفي شباب قومك سبقوك على قومك بتريال ويدوك للقبيلة هدوك أنت عز وغطاء. الجمال في جمال وصفك أدبك وجمال خلفي أما الضمير والعود والعيون السود فديك في البطانة وتار منزلك عنوان ظرفي نوريه ويصون إلفي زعلك يا خدود سوريه وحدود مني يا ستار. طبعا فالصباح دي غريبه جدا يعني يا معاني غريبه جدا. انا بس اختم اقول انه يعني اتكلم كثير عن الطبيعه لكن بس اقول في الضواحي دي شوفوا يعني بيقول فيها وصف جميل يعني قال هو مخل الضيق في الجناين. طبعا يعني الناس بيقولوا انه في حاجه اسمها الجناين وحاجه اسمها العساين. العساين دي الطبيعه المتوحشه شويه الخلويه. الجناين دي عملوها الخواجات وكده وبنايه العساين دي برا. قال قوم وخلوا الضيق في الجناين شوفوا عز الصيد في العساين يلا نغمس نطرد دعاين النهار الحرر كماين كلبيها جمجوم اصله خاين شوفوا كيف ينبر الملايين هب شاله وكشح المراح في القنيص شوف اللي دخل الكلمه بتاعت مراس انا ما اجد في اي اغنيه لا في شام لا يمن. قال في القنيص الخيل خف راسي احنا ما بنخاف من مراسي المراس الشكيمة بتاعته. قال المكارم غرقنا ساسي والمجاهل مين غيرنا ساسي ونعطشنا نمس مر وآسل ونعشقنا بنعشق محاسر ولا ولاش في المحاسر كو يومنا راح الطبيعة. قال الوديك ساكن ما في مثل القط في الأماكن يا حلق النال في سراكن ويا سمحت البر عن أراكن بيقفاهن تور قرن ماكن لا غش اللي شاف المساكن في الخزام والشيح والبراح. قال ما ننسي من الليل ببرودك ونامت الأسار فوق خدودي وغرد العصفور فوق وعودي والنفوس ما تعدى حدودي بس أنا المكتوب لي صدودي يا حياتي وأهل اللي راح. قال
شوف شوف صباح الواد وجماله، وشوف خضار وصيده ورماله، شوف فرع الشاو مين أماله، وشوف نسيم الليل صاحي ماله، البدر خجلان من كماله، والصباح لاح بهل الوشاح. قلت غنى للصباح بشكل ما طبيعي. قال في النهاية قال لي لسانا لسه معجن، كلمة كلمة بحروف ضجن، شوف خدودي من نظرة وجن، وشوف دموعي غير داعي سجن، بدلالي لدلال معجن مهن المحن المات يا رداع. السلام عليكم. قبيل قبيل مكان
الهبل خرطوم قباد وعسمي جنان شنبات قباد وعسلير قنطور قباد وعسبي فؤاد ويش في الوباء أتقدم الشكر الجزيل
على هذه المحاضرة القيمة للأستاذ مرتضى وللأخ الشيخ محمد الشيخ اللي أطربنا وقدم نموذج رائع جدا جدا خاصة في عزة. هي نفس نفس اللحن نفس المخارج بتاعت الأغنية المسجلة في الشريط بتاع خليل فرح اللي هو سجل أصلا شريطين، واحد عن عزة والثاني عبدة طبعا يعني شويه ما اشتهرت لانها ذات ثقيله شويه الاغنيه، لكن عزه طبعا معروفه وبقت تكاد تكون النشيد الوطني للسودان. شكرا جزيلا، انا حي المكتب السعيد. ايها الاصدقاء، انني سعيد جدا بانني ما زلت حيا لاستمع لهذه الندوة هذه الليلة، ولو مت بعد ذلك فتكون قسم الخاتم. وإنني سعيد لأن الحياة متجددة والنضال الوطني متجدد في بلادنا لم يمت مع خليل، لأنه بالصدفة إنه في نفس السنة تقريبا اللي مات فيها خليل ولد صلاح أحمد إبراهيم الذي قلنا له مؤخرا محمد مهدي الطير المهاجر. وهكذا السودانيين المبدعين حلقات متواصلة منذ ذلك الزمن. وحتى هنا لما نحن نفتكر إنه نحن خارج التاريخ وخارج كل شيء وأوشكنا أن نذبل ونتوفى، نجد من ينعش فينا الحياة مثل مرتضى ومثل ابننا محمد. المهم إنه نحن أحياء، وحقيقة قالت العرب زمان: زعم الفرزدق يوما ان سيقتل مرضع، فابشر بكل سلامتنا يا مرضع. والسلام عليكم. يا للسعاده، يعني يا مصطفى سند، يا للسعاده تعبير عن سعاده حقيقيه جدا امسيه نديه العيون. الأمسية اللي قدمها الدكتور محمد عن الاستغلال وكانت شيء متفرد متميز بعزة بكل الأصوات وبكل الجنسيات وبكل اللغات. وزي ما ذكر المتحدث الأخير إنه عزة بقت نشيد وطني. وفي يوم الندوة بتاعت الاستغلال أنا طلبت من الدكتور مرتضى إنه يخصص لنا يوم يكلمنا عن خليل فرح، وأبدع وتميز. وشكرا جزيلا للدكتور وللأستاذ محمد، وشكرا لكم جميعا، وفعلا يا للسعادة. شكرا جزيلا. شكرا سادة الشروف، ونختم يا جناب. شكرا جزيلا. شكرا سادة الشروف، ونختم يا جناب. شكرا جزيلا.